Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Zouf Lawan. Donc, Radouane Ma'akoum again. بغينا نوليو على واحد الحوايج اللي راهم صايرين هاد الايامات. دونك جي في هذيك لا فيديو تاع رشاد مع في الجزائر غو وين كان مداخلة للدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت مثل العادة. فهذه المداخلة كانت فيما يخص المشكلة الذي وقع في ورقلة فيما يخص توزيع السكنات. يعني هذا المشكل يعني مشكل وطني، كل الولايات تعاني من مشكلة السكن، ولكن في خصوصيات بعض الولايات أو بعض البلديات في خصوصيات. مثلا هذا المشكل الذي وقع في ورقلة، هناك بعض الأناس أوضحوا أن قائمة المستفيدين من هذه السكنات يعني معظمهم من ورقلة، معظمهم من ورقلة، ولكن في أسماء مثلا من سوق هراس، من باتنا، من الوادي، من يعني من ولاية أخرى. فنعود مرة أخرى لكي نبرهن ونثبت لأن الإعلام، مثلا الإعلام هذا في من جهة المعارضة هناك تضليل من طرف الإعلام فيما يخص المعارضة، وفي يعني تضليل من جهة أخرى من جهة الحكومة نفس الشيء، بس ولكن الآن نتكلم على المعارضة بصفة خاصة. فهذا التضليل يخص فيه مثلا أن هناك مستفيدين من ولايات أخرى، هناك مستفيدين من ولايات أخرى، يعني على الأقل يعني قائمة بمئة مستفيد تجد على الأقل 10 من ولايات أخرى. ولكن يجب أن نوضح هذه الخانة لكولون التي وضعت فيها ولايات أخرى ما عدا ورقلة، ما هي هذه الخانة؟ يعني تشوف الاسم، لقب الاسم، تاريخ الميلاد، ولا تاريخ الاستفادة. هذه أنا ليس لدي هذه الوثيقة، بس أنا في ظني وشفت يعني ليست واضحة الوثيقة، ليست واضحة، ونعمل جهدنا على الحصول على هذه الوثيقة لكي نثبت للمشاهد الكريم على أن هناك تضليل من كل الجهات، ولكن خاصة من جهة المعارضة، لأنها تستعمل أي وسيلة، أي أداة لإثارة الشعب الجزائري، لنهوض الشعب الجزائري، الانتفاض فقط، انتفضوا. ولكن هذه الخانة التي موجودة فيها الوادي، تمن راست، وبادنا، ولا ولايات أخرى، ليست كثيرة، يعني بعض الخانات فقط، بعض الأسماء. أنا في ظني أن هذه الأسماء ما هي إلا مكان الميلاد، لأن الخانة الأخيرة لدانيال كولون تشوف أن هناك كل بلدية ورقلة كله، مكان الإقامة هي مدينة ولا ولاية ولا بلدية ورقلة.
ولكن فيما يخص مكان الميلاد، مكان الازدياد، ممكن يكون في أي ولاية من ولايات الوطن. أولا، هؤلاء الناس يحرضون على الجهوية، يحرضون على الجهوية هؤلاء الناس من المعارضة، لأن إن إذا كنت مولود في تم راست ولا حاسي مسعود، أي من في الوادي ولا باتنا، ليس لديك الحق أن تطلب السكن في ورقلة. هذا أول. والثاني، أين نلاحظ تحريض على الجهوية، يريدون عزل الولايات عن بعضها البعض. مشكل الشعب، وتكلمنا على مشكل الشعب في الفيديوهات السابقة، قلنا أن هؤلاء الناس يحرضون الشباب ألا يدعوا أي طالب عمل من ولاية أخرى أن يأتي إلى ورقلة، أوكي، ليكن في علمهم أولا، في علم هذه المعارضة، أن ورقلة هي عاصمة الجزائر فيما يخص الشغل، فيما يخص العمل، لأن حاسي مسعود قريبة من ورقلة، يعني كل الناس من الجزائر تأتي إلى ورقلة، كل الناس. وهذا دليل على المواطنة، دليل أن إذا كنت مواطن جزائري يمكن لك أن تشتغل أو تطلب عمل في أي ولاية. هذا أولا. وثانيا، ممكن لديك الحق أن تطلب سكن في أي ولاية، ويجب عليك أن توفر الشروط لديك. هذا هو الـ يعني الـ requirements، هذا لي دوموند. لوست في ان دوموند لي دي كونديسيون ا رامبلير، وهذه الشروط يعني تختلف من ولايه لاخرى، ولكن الا كنت انت مقيم في ولايه ورقله منذ 30 عاما، اوكي، مع ان مكان ازديادك كان في الوادي. انا شفت الوادي، باتنا، تونس، كان واحد في تونس، لا داعي، يعني ممكن أن يكون زاد في المريخ، ولكن أنت مواطن جزائري تحمل الجنسية الجزائرية، لديك الحق أن تطلب سكن في أي ولاية تريد، أي ولاية، ولكن يجب أن تتوفر لديك شروط. هناك شروط فورم بليرسي كونديسيون. أوكي، هؤلاء الناس قالوا أن أنا مواطن ساكن في ورقلة، لم تقدم لي السكنة، ولكن قدموها لي إنسان قادم من الوادي. هذا ممكن، ممكن. أولا، نوع السكن. ثانيا، عدد الأفراد، عدد أفراد العائلة. ثالثا، المدخول، الإنكم. في شروط، في شروط. أنت واحد مثلا، أعطيك مثال بسيط جدا، واحد شرطي مثلا، واحد شرطي إلى إن ميوتاسيون على ورقلة، كان يشتغل في ورقلة لمدة 25 سنة، عجبته ورقلة واستقر فيها، لكن هذا السيد مولود في باتنا، مكان ميلاده في باتنا، يعني هو كل عمره هو يشتغل من أجل الجزائر، يعني ضحى روحه لهذا البلد، أوكي، ولكن مكان الازدياد مولود في باتنا، ولكن هو شرطي أو جندي، يعني جوز العسكر في ورقلة، عجبته ورقلة استقر فيها، هو يشتغل في ورقلة منذ 30 عاما، صحت له السكنة، طلب عمل، قدم طلب للسكنة في ورقلة، أحسن، ووفر الشروط تاعو، عنده 6 ولادو، هو شقة واحدة يسكن فيها، وفر كل الظروف، هذه الشروط وفرها، فهمت؟ على هذا أعطاه له السكنة. ما تشوفش مكان الميلاد هذا، أنا قلت لك ممكن تكون مولود في المريخ، إذا كانت لديك جنسية جزائرية، تتوفر لديك كل الشروط،
ممكن أن تطلب سكن في أي ولاية، وممكن أن تطلب شغل في أي ولاية. هذا يعني يبرهن ويقدم يعني توضيح لهؤلاء الناس أن الجزائر وطنية. أوكي، سي سا لو فري ناسيوناليزم. أوكي، يا با دو سيباراسيون. الناس تريد للوصول إلى غرضها، يعني مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، والثمن سيدفع من طرف الشعب. يعني هذا الناس الذي خرجوا للمظاهرات والتكسير، يعني ما عندهمش الفكرة العامة. شاف واحد من الواد في القائمة، خلاص أنا ما راح نصدم باش نكسر، عطاو له بالمعرفة ولا لا. يعني الواحد لازم، هادو للناس اللي راهم في القدام لازم يكونوا يعني واثقين من نفسهم، ولازم يقنعوا الشعب. ماشي تشوف انت واحد رفت لا ليست وشاف الوادي باتنا وتونس وولايات اخرى، يقول لك خلاص باعوا هذه ورقله. اولا ورقله هي ولايه من ولايات الجزائر، اوكي، لا تختلف على اي ولايه. الى يعني نشوفوا هذا البرنسيب، هذا اذا يعني هذا تفكير الناس، والناس ورقله. اذا كان واحد من ورقله طلب سكن في العاصمه، خلاص ما يخدمولوش السكن، لانه مولود في ورقله، يروح تولي الورقله، مع انه يشتغل في قسنطينه ولا يشتغل في العاصمه منذ 50 عام، والعائله تاعو موجوده في قسنطينه، يطلب سكن في قسنطينه. عجباتو قسنطينه، اطلب عمل في قسنطينه، واطلب السكن في قسنطينه. شفتوا يعني؟ لا، كما قلت، بغاو يديروا ريجيوناليزم، بغاو يديروا هذا الريجيوناليزم، اوكي، باش يسيباريو لي ولايه. انت في ورقله، قعد في ورقله، ما تخرج منها. اذا كان من ورقله واحد داو يشتغل في قسنطينه، قول له يولي، ما يطلبش السكن مثلا. الا طلب واحد ساكن في 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 غردايه، الا طلب واحد ساكن في في قسنطينه، في العاصمه، قول له يولي. انت ورقله، مكان الميلاد، روح طلب. لا، سا سوي با كوم سا. اوكي، يعني المركزيه السنتراليزم، يعني عنده دي زانكونفينيون وعنده دي زافونتاج. اوكي، عنده دي زانكونفينيون بور لا جيستيون سكي كونسيرن لي بيان، ولكن عنده ان افونتاج. الافونتاج تاعو، او كاين واحد لا ريغلومونطاسيون، الى توفر لديك شروط في اي ولايه تطلب سكن، مع انه السكن الناس خلاص حسبته نوع من الحقوق، خلاص ما نتنازلوش عنه. اوكي، انا اقولها واعيدها، ان الجزائر من بين البلدان يعني التي توفر السكن هكذا مجانا. روح لأي بلد، هادو الناس اللي راهم يحرضوا، الناس اللي راهم يحرضوا عايشين في لونجلتير ولا عايشين في لاسويس، روح قول له انا عندي الحق نديت ابارتمون في لاسويس، انا عندي شهاده ولا شهاده اقامه في لاسويس. تروح للدوله تاع لاسويس، يقول له انا بغيت هذا الحق. يا اخي الحق، يا اخي الحق، الحق انترناسيونال. حقوق الانسان هي عالميه، اذا كان حق الانسان في الجزائر، حقك في سويسرا، حقك في انجلترا. انجلترا الا ما اشتغلتش كيما الحمار، والله ما تديها السكنه، وتشريها وتكليها، ويا ربي لا تخلصها في كل حياتك. شفت هذا الحق؟ اوكي، هذا هو المشكل يا ايها الشعب الجزائري. احنا قبل ما نفهموا الموضوع نروحوا نصدموا، وكان الله يبارك، كان ديزانتيليكتويال يفهموا هذه القصه. اوكي، يفهموا هذه القصه. دونك الناس اللي ما خرجتش من الجزائر، وتسمع لهذوك الناس اللي خرجوا بلونجلتير، يقول له هذا الحق حق حق، يروح يجيب حقه. انا حقي في السكنه، هذه ستي فافور اللي راهي دير الدوله باش تبني افيك ان نومبر بريسي. فهمت؟
خلي نكوبي هاد لا فيديو نزيد واحد اخر.